بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. برحب بكم معايا في ورشة جديدة من ورش العمل الخاصة بـ GFXacademy.net. النهاردة إن شاء الله هنتكلم على ورشة لصناعة ايدنت خاص بـ 4TV. هي قناة إنجليزية لكن أنا مش عارف هي تبع أو قناة أجنبية، يعني مش عارف هي تبع التلفزيون إيه بالظبط. يعني هنشوف بعض الصور للورشة، هو الديمو بتاعها او الفيديو بتاعها محطوط على الموقع بتاعنا. ده ديمو ليه او شكل للورشة. طبعا احنا هنعملها بشكل احسن من كده ان شاء الله. طبعا في هنا ريبونز، في شوية ريبونز او شوية خطوط، وبعد كده بيطلع الريبون اللي احنا شايفينه ده، تمام، وبيجي على الكلمة. في عملية ظهور تدريجي للكلمة، اعتقد في صورة منهم، اي الصورة دي الكلمة بتظهر طبقة فوق التانية فوق التانية فوق التالتة لغاية ما تكون كلمة سبورتس. طبعا في هنا فلير، هنتكلم على ازاي ان احنا نعمل فلير ده جوه الادوبي افتر افكتس، يعني مع شوية حاجات تانية زي الامبنت اوكلوجنز والديفيوجنز وشوية كلام بسيط في الخامات. يا رب يعجبكم ان شاء الله. نرجع ليه اللي احنا نعمله النهاردة في الجزء بتاعنا دوت. هنعمل حركة الكاميرا مع الموفمنت بتاعت الريبونز، خلاص زي كده، تمام، ودي النتيجة بتاعتها في الريندرينج. طبعا تقدر انت تلعب في الخامات زي ما انت عايز. طبعا الخامات في الديمو اغمق من دي شوية وفي تدريجات غير دي شوية. طبعا تقدر تشتغل في الخامات زي ما انت تحب. يعني هنتكلم على حركة الكاميرا، هنتكلم على حركة السويبس، تمام، ازاي بتتعمل. هنتكلم كمان على حاجة جديدة في السويب نيربس، اللي هي حاجة اسمها الريل، او ان احنا بنعمل سويب ونتحكم بشكله او في شكله ب سبلاين تالت. احنا كلنا عارفين ان السويب نيربس بيعمل سويب ل سبلاين او سويب لشيب على مسار او على باث، لكن المره دي هنتكلم على ازاي نعمل سويب على باث وفي نفس الوقت نشتغل على حاجه اسمها الريل جوه السويب نيربس. دي كانت مقدمه سريعه للشغل اللي احنا هنعمله. اشوفكم في اول جزء في المحاضره ان شاء الله.